الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الرابع عشر من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وأما الآليف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمس. عشر كي أفرية طبنا طواني أفراد كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وحن نغب اللعبان آية عشر كأفرية طبنات. وأما الأليف حوله النصبان كسوجر. وأما الأليف أليف فتكون وحي أهاني هي أليف علامة على ما يأهاني وخبر تكون للنصب كردك بيو أهاني في الأسماء أسماء دي دحية دي أسماء دي الخمسة أشنتاي أسماء الخمس وحالو كردقة أليف أليف ما قبوس بيدكتي أو حالة النصب جوكتا حال بوس بوس كام حوية أسماء الخمسة أسماء الخمسة ما حالو كردقة أليف سيقوم بعد سوء علنيس أليف أو حالة النصب جوكت ما قبوس بيدكتا حال بوس بوس كام حوية أسماء الخمسة أسماء الخمسة ما حالو كردقة أليف وأما الأليف وألفتي فتكون وحي أهاني هي ألفتي علامة على من للنصب كردق وهاني في الأسماء أسماء دي الخمسة أشنتاي ألف وجوكتا حالة النصب هل بوس بيدكتا بوسكا وأسماء الخمسة أسماء الخمسة أسماء أشنتا محلو كردق بلوي ألف بلا نحو مثالك رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال رأيت أباك رأيت فعل وفاعل أباك أبا مفعول به أنت أباك وجوكت أباك أبا مفعول به منصوب وعلامة النصب الأليف نيابة عن الفتحة قال وحيكود ما ناب فيه حرف عن حرك وحيكود حرف ما نائب هو ألف حركوا نائب كي هو فتح لي رأيت أباك رأيت فعل وفاعل أباك أبا مفعول به منصوب وعلامة نسبه الأليف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمس أبا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جرين رأيت أخاك رأيت فعل وفاعل أخا مفعول به منصوب وعلامة النسب الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمس أخا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر رأيت ذا مال كما حلو إذا في اسم ظاهر وأذكرت رأيت ذا مال رأيت ذا علم رأيت فعل وفاعل ذا مفعول به منصوب وعلامة النسب الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمس ذا مضاف مال مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره ألف البوس بيدكت بوسك وحاوي أسماء الخمس أسماء الخمس محله كردقة ألف وأما الألف وألفتي فتكون وحي أهاني هي ألفتي علامة على ميل للنسب كردق وهان في الأسماء أسماء ذي الدحية ذي أسماء ذي الخمسة أشنتاي ألف وحالة النسب جوكتا هل بوس بيدكتا بوس كاوا أسماء الخمسة أسماء الخمسة محلو كردقة ألف شروط أسماء الخمسة نواد قرين شروط عامة وأفرة أن تكون مفردة أن تكون مكبرة أن تكون مضافة أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم يا شروط خاصة فوك يذو أي لهاين فوك أن تكون خالية من الميم فم وين لقى إلى عليه فم لمرة به ميم وين خالك النقط
دون وحال ربا أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر اسم جنس ظاهر إن لو إضافه بمعنى صاحبنا نقطه ذو ذي موصولة أهيد بالإسكابة ذو بمعنى الذي بأجرت ذو بمعنى الذي تعالى مرحبا وأما الألف ألفتي فتكون وحيهان هي ألفتي علامة علامة للنصب كردق وهان في الأسماء أسماء ذي الخمسة أشنتين نحو رأيت أباك أبها وانارك وأخاك ولالك وحماك وحان أركي ومن أقارب الزوج بأل الرباية صدق قابان أرك دماشي قابان أرك إنك لكن علماء وحموك سيدي قابان كتبت لكن مركة فصير آيان ومن أقارب الزوج إنك ذاتك حقوي المعذيرتي إننا واتقرنا إنسا حديث نبي عليه الصلاة والسلام بأوحوير إياكم والدخول على النساء وحان إذن كده إنا هوانك أقشا نبا وحي يا رسول الله أفرأيت الحموة بل كورنا الدماشي ننكا كي قرابض الله مركز يا الحموة المود وابك أدرر لك شكل ما يبوكت كاوا بجيري دي وابهالس مركا الحموة من أقارب الزوج وي. وأما الكسرة كسرة دي فتكون وحيهاني علامة علامة للنسب كرده وهان في جمع المؤنث مؤنث كجميع سي السالم ان ود قال ددق بالدي في جمع المؤنث ددق جميع السالم ان ود قال ان لا في جمع المؤنث الضمر كما هوينك جمعوده وحا كفي عن صح ددق ان ليا صوت محو ضمر كما هوينك جمع مؤنث سالم بجزء كيهن قيب لكن حاجر واحد جمع مؤنث سالمة ضمرنا أن أهين ها مقرة أبدا هذا مثالك كان السماوات باكمل السماوات ما ضمر بعد ديه ميس جمع المؤنث السالم بقرات لو ها لو ذي مهوين بعد ديه ما يوحاديه وجمع مؤنث سالم مركز لديك قدوين جمع مذكر سالم من اللبعده رقده ميس رق جزء بيكيهن قيب مارك جمع المؤنث سالم جمعي ددقا ديه ددقا دمر كو ددقا سي قيب كيهن ددقا قذوين واما الكسرة كسرة دي فتكون وحيهان هي كسرة دي علامة علامة للنصب كرقوهان في جمع المؤنث ددقا جمعي سي جميعي بعد كسفين السالم النبات قلي محوكا النبات قلي من التكسير ججم ويسوغو سيديسي او نبات قلي مفرد كي او سيديسي ومبازيد اللغو داري بأليف وطا مركا جاوانو سالم محالي ما جميع بأليف وطا مزيدتين اما مزيد بأليف وطا هندون ألف يطا انقدر محاين نقول ايسا هنداتون مسلمات ألف يتا قدر مسلمات مؤمنات ألف يتا قدر مؤمنات كاوي مرك مرك سالم سوى ليبيريا مفرد كيو سيدي سي ام بعد ألف يتا قدر اس واي السماوات ما هذا الكيري مد وحوغا السماوات سال اركتان مفرد كي سماء ويموت سماء مركا سماء آدميات مثل سماوات بل مركا هلكا هل ملاحظة جرتو ومسألة يروينة ولماذا قاربا وحيليه سماوات ما جمع مؤنث سالم بحورت أنا يردود بأجرت هلكا الراجح وصحيح وجمع مؤنث سالم وجمع مؤنث سالم مركي لي ما جمع بألف وتاء وغالبا لكن مرر وحاجر إرية يرى واستثناء آدير سماوات تناكمل سماوات مفرد كوا السماء سما والسماء والطارق سماهن سماء هديلا جمع الله إن وحلوه الشيء مفرد كماش وكؤك أرفية قدر
سماءٌ همزدي هدا دا تعرف بارو بدلي سماءات سمنا قرش هاي ماشى النووب الصور قال سماوات بالي وقت سماوات وقت وهو كان مفرد كيما كجري مفرد كيما يكجري ما مركز سادر تيد بي دود بعض النحويين كينين ويدهان سماوات جمع مؤنث سالم ما بقاها لأن فيه تكسير ججبا قلي أنا كنا قاعدة دي بان هينين بيناء السالمي ها علماء كرانا وحيدا ما هو وحير ووحير اسك بسيطة سماوات الراجح وصحيح وجمع مؤنث سالم مركا إنا أظن هل أغاتال أخرى علماء الهدارة السماوات جمع مؤنث سالم ما أها علماء قبتا أجري ها إنه قاعدة باير جبتس ومقرنس قاعدة وحوقا جب يرقاني لكن الراجح والصحيح هو جمع مؤنث سالم بين الرهن صادر تدبع عشماوي وحكومي ثاليس وما ركتان خلق الله السماوات وانا مرجع من مراجع كتبت النحو ذا قارهان شراح ذا جنومي وكتبت أوفي عن بكم مركو كهل لاي جمع مؤنث سالم مثال وحكومي يعني خلق الله السماوات مركو وحيدا قد عن للنزاع قد عن للنزاع مركي بصير لوصو أفجره فإلى السماوات وجمع ما نصاب وهو الراجح وهذا اللي يربح الجري وأما الكسرة كسرة فتكون وحي أهاني هي كسرة علامة علامة أهاني للنسب كردك في جمع المؤنث ددق جميع السالم النبات قلي من التكسير كالنبات قلي جج كسرة ما يقبوس بي دكتور حالة النسب جوكت هل بوس بوس كان هي جمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم حال وكردقة كسر أياد علي سيوم بدو علي كسر كسر ما يقبوس بي دكتور حالة النسب جوكت هل بوس بوس كان هي جمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم حال وكردقة كسر إشكال كلي السؤال بعد سؤال شو حاول ماشي وحال حول النسبة اللي قهن نسبة نواكر لك سوما محا كسر كيرا لي إنه وإشكال ماشي إمادي حال انتي سوبا وحال ماشي حول النسبة اللي قهن لكر لك كسر على تيم كسر نواهوس لك نسبة نواكر لك مركا كسر محا ماشي كيرا هاد كي جواب يسوحا كسرة كان ماشا والنياب نائبوي نائب وحي نائب كتا فتحة فتحة دي ميل اي قري ويد بيقوقة منيس مدحوين وهدو صفر سو مدحوين كرحيان كشغل بسي وضع حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه سماه اما ننكي جغد ودي بتاع شغل سي وضع سماه اما ميد اهو ذا فهمي كرر معلنكي معلمين دوكسي بي نوبة دنها موقت معلنك يدوكسي ما أنت واه مشغول أما الصبي يدعي وحال الله غير ها نواقع على أن الله هو يسمه كبير كيقول له شقده سيو أو معلن كلو له ما أنت شقده سيو تسمه مرك كان معلنك نبته همية ما هو ما أنت شقده اللي وقتي وكبيرك أما واه معلن كان كسر هذا المرك فضح ميل أي قري ويدي أيه وحي كسرة دي قشوه كسرة دي وان نائب فتحة دي بين نائب كت وانا شيء معلوم اللي اسكي قانو شيء مركو ميل قلي واي ينو شيء كلا نائب كان نقضو نحو رأيت المسلمات رأيت فعل وفاعل المسلمات مفعول به منصوب وعلامة الناس به الكسرة نيابة عن الفتح قارو حيكو دراما ناوي فيه حركة عن حركة وهي كوه حركة نائب وكسرة المسلمات وهي نائب كتا حركة كلو فتحة ما ناوي فيه حركة عن حركة ساسي كون المسلمات مفعول به منصوب علامة النسب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم رأيت الهندات هندوين كبانر رأيت فعل وفاعل الهندات مفعول به منصوب وعلامة النسب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم خلق الله السماوات مثال شيخ نو كان دحلاني نو كان روح مركو بالله يا شيخ باشلي ويدينا ايه
shuraaxda ajruumiga ugu fiican. Hadduu ruuxu bilow yahay waxaa u fiican dahlaani, dahlaani afyara leh, dahlaani afyara macnaha kuma dhibahayo isagu, qawaacid iyo bad kuma gelina. Boos kasta intuu degay iyo miithaalka, miithaalkana wuu ku icraaba bas. Marka dahlaani afyara leh waa kutubti inay soo gaadhay berigii hore. Ajruumiga markuu Soomaalida soo gaadhay, shuraaxdii ugu horreysay soo gaadhay dahlaanigaasaa ka mid. Marka dahlaani lilmubtadi'iina way dahlaani afyara leh. Cashmaawigana ka mid, cashmaawi waa kutubtii hore ee markuu ajruumi bayna soo gaadhay agteedana soo gaadhay. Labadaa kitaab marka waxaa weeye kan, laakiin waa sharax weyn. Cashmaawi waa sharax weyn, qawaacid buu wadaa, mararka qaar qawaacid miha daqaa'iq buu wadaa. Cilmi kasta wuxuu leeyahay wax leh basaa'id daqaa'iq. Basaa'id waa mashtaayashay iska saa alfaacil marfuuc, almafcuul mansuub, almubtada waalkhabar marfuucaan, waxaana maxaa lagu goday iyo taxliilaad iyo daqaa'iq. Marka mararka qaar daqaa'iqdaasuu gala ama khilaafaati naxw, naxwada khilaafaadkaa ku badan iyo tacliilaadka. Marka kan waa sharax weyn oo marjica tuxfatusaniyaha, waa ka af weyn, waa ka af dheeriya, waa ka weyn. Marka kadib baa shuraax kaloo badan na soo gaadhay. Labo ayay fanni markaad baranaysa, shuraaxu waa labo si koob. Sharax waxaa leeyahay garab socda matni, sharaxna waa kii loo baahnaa matnigu xalliya. Sharax matnigana loogu talagalay inuu xalliyo waa ka muhimka. Midna garab socda leh, garab socda matnigiiba kuma xallina, hawlo kaloo iska wataa, hawlo kaloo ku dhex wata mandiqow, hawlo kaloo redinayay, hawlo iskaga dhex wata. Marka kaa wax badan kama faa'iidi. Kuwana waa qaab iskooleeyo wax weyn ma aha, iyada mumtica ka mida, mumtico hadda hawl sii weyn ma sii ah. Jazarigana kitaabkan leh Safwadka Fatxu Rabbi Lberiya isagana sharax weyn ma ah. Marka kuwaasoo kale waa iska yar garab socod, macnaha waad garat. Almuhim, khalaqa allahu samaawaati, khalaqa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxallahu min alicraab. Allahu faacilu khalaqa marfuu وعلامه رفعه ضمه ظاهره على اخره. السماوات مراد كي مفعول به منصوب وعلامه نسبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه جمع المؤنث سالم. رجي كرير جمع التكسير بالديه وحلو قبتي وحاوي يكن وحال دهان جمع التكسير ان القران كي مرجع موكت خلق الله السماوات قرآن كوات قال يا فاعل كومر مستتر وخلق السماوات وحال هذو جمع تكسير أحال لها جمع تكسير حالة النسبة جو محال وكر دي جري فتحة سوما هي. وأما الفتحة فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه الناسب ولم يتصل بآخره شيء. نمر كفود اللي يسجلي وإلا كرب حيم وقت وحالي وحالة إلى دو جمع تكسير يعني خلق الله السماوات هاي مسورة بيسة. وأما إعلى الأربع قليبة الراجح والصحيح وجمع مؤنث السالم أنا واد قرأت مر نادي جمع تكسير تا ولا كرد إقلها قرآن كنا كرد إقميات كويس. خلق الله السماوات ماذا يسا سما ها هوصلي قاسا كرد إقوة هوصلي قاس لكن كهندات لنسبه انكسر بديهد عمريد لكن كهندات لنسبه انكسر نسبه سوى بحوص لقاس نسبه سوى بحوص لقاس. خلق فعل الماضي الله فاعل السماوات ومحل شاهد وادي محل المراد كي بيت القصيد هو السماوات مفعول به منصوب وعلامة النسب الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع المؤنث السالم. السماوات مفعول به منصوب وعلامة النسب الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم وي وأما الياء يا ترى وحي يرنب هذا المثال تنيا هذا اسكافير هذا. وأما الياء يا ذي فتكون وحي هاني علامة علامة للنسب كرد وهاني في التثنية أي في المثنى
halkan waxay dhahen waa min idlaaqi almasdari wa iraadati ismi mafcuul baa leh. Tathniya waa masdar, laakiin mafcuul baa laga rabaayo, ismi mafcuul baa la rabaayo, muthannaa baa la rabaa, muthannaa erayga saxdaa kaasu fi tathniya waa laba waxba kuma jabna, laakiin sida dhabta erayga la rabo waa muthanna. وأما الياء يادي فتكون وحيانه يادي علامة علامين للنصب كرد وان في التثنية مثنيه أسماء الله 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 والجمع جمع مذكر سالم بعد نان جمع صدح هو جمع تكسير والله الله فتح الله كرد رأيت الرجال كوسامرت رأيت الغلمان رأيت الأسود مقدر كيسين رأيت الأسارة رأيت الجرحى رأيت القتل رأيت العذارى وسامرت jamcna saalimna hadda laga hadlo waxaa lagu kordhigaa kasra hoos dhigaasa kordhigu ah jamaca meeshan la sheegi waaljamci jamci la isla geranay asha cahdiya leeya cahdiidihini haddaad ka dhigto waa jamci la isla geranayo waa jamc midakuru saalim cahdiya waxay ka dhigaan cahdiidihini iyo xuduuri ilaa saddex bay u qaybi marka waa cahdiidihiniyo kii maanka aan ku haynay haa والجمع جمع مذكر سالم بن قرايه اذ هما في الغاري قد كل اسلا غرنا واما الياء يادي فتكون وحيانه يادي علامه علامه للنصب كر وهن في التثنيات اسماء مثنها اي والجمع جمع مذكر سالم يا ما قبوس بيدك لو بوس مثنى يا جمع مذكر سالم muthaniya jamc mudakar saalim maxaa lagu kordhigaa ya yadi baad u celinaysa yaa meeqa boos bay degto xaalatu nasba joogt laba boos muthanna iyo jamc mudakar saalim muthaniya jamc mudakar saalim maxaa lagu kordhigaa ya yadi baad u celinaysa yadii degtay umbaana lagu kordhigaay marka waxaa dii yaa laba boos bay degtay oo xaalatu nasba joogt waa muthanna iyo jamc mudakar saalim muthaniya jamc mudakar saalim maxaa lagu kordhigaa ya halkana la rabaa marka inaad fahantay ishkaalka yari muxuu yahay waxaa leeyay muthanna waxaa lagu kordhigi ya jamc mudakar saalimna waxaa lagu kordhigi ya seenku kale ogaanayna waxaan dhahaynaa iyadu waa reebanta iyadu iyadan wax lagu kordhigaa iyadu waa reebanta waxa ka horreeya waxa ka dambeeyaan fiirna hadduu kordhig ka horreeyo kordhigba hadduu ka horreeyo muthanaad leedahay kordhig baa ka horreeyo hoos dhigna waa ka dambeeya waa muthan muslimayni rabbanaa wajcalnaa maxaa ku xiga muslimayni waa nabi ibraahim wiilkiisana ismaaciil moogta yaadii waxaa ka horreeyo hoos dhig jamc mudakar saalim muslimiina ina almuslimiina soo ma إن كنتم مسلمين مؤمنين لما هديت أين محنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين لما مؤمنين به مؤمنين داد كبضان محنين إن كنتم مؤمنين مركا يأذى وحا كوهر يا ثفير نيسا ولي كوردك ما كوهر يا لو يأذى وحا كوهر yaadu hoos dhigma ka horreeya jamc mudakarusa bitafsiil markaa dhahdana waxaa dhihi yaada waxa ka horreeya iyo waxa ka dambeeya waad fiirinaysa waxa ka horreeya iyo waxa ka dambe hadduu yaado kordhig ka horreeya hoos dhigna ka dambeeyo muthanna middaa cagsigeeda yaada waxaa ka horreeya hoos dhig yaada waxaa ka horreeya hoos dhig kordhigna waa ka dambeeya jamc mudakarusa marka labadaasaa la rabaa inaad kala ilaaliso mu'minayni mu'miniina muslimayni muslimiina zaydayni zaydiina qoraal ahaan waa isku mid hadda ogow laakiin shakliga ashaklu waa xarakada yaad ku kala soocaysa shakligaad ku kala soocaysa yaada waxa ka horreeya fiir yaadii laba boos bay degto xaalatu nasba joogto waa muthaniya jamc mudakar saalim muthaniya jamc mudakar saalim maxaa lagu kordhigaa baa la iyaadhe waaye waama alyaau yaadi fatakunu waxay ahaanihi yaadi calaamatan calaama lilnasbi kordhigu ahaan fi tathniyati asmaadii muthanahayda laba labada ah labo
iyo waljamici jamici mudakaru saalim. Asha ahdiyada meelo badan bay ka anfi, xataa caqiidada. Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun. Hadda suufiyadu waxay u soo deliishaan wafcaluu lkhayra, iyagoo bidcadooda samayna waxay dhahaan khayr ha la sameeyaa le, naxwadii baa laisla tegayaa. Ashan waa cahdiya, wafcaluu sameeya alkhayra khayrkii la yaqaanay ee nebi maxamed laga soo gaaray sal allahu alayh wasalam. Khayr adigu jeebka aad ka keeni karta ma, ashu cahdiyow wafcaluu sameeya alkhayra, sharcigu wuxuu khayr u yaqaanay ma garad, waa laisla garanaa moogta markuu wafcaluu lkhayra ku dhah. Ashan waa cahdiyadii baad le, waa khayrkii la garanay ee laisla ogaa ee nebi maxamed laga soo gaaray sal allahu calayhi wasalam. Mid jaabkaaga haddaad ka samaysato ma khayr buu kuu noqon oon diinta waafaqsanayn maya, wafcaluu lkhayra ma soo geliso. Ashu waa cahdiyadaas, wafcaluu lkhayra khayrkii la garanayay ee shareecada waafaqsanaa ee nabiga laga soo gaadhay samey. Marka waljamcidan markii hadda lagu leeyahay waa jamci laisla garanayo, waa jamci mudakaru saalim, waa cahdi dihin waljamci jamc oo dhan ha u fahmi. Wamalyaawiyaadii fatakuunu waxay aanihiyeyaadi calaamatan calaamay linasbi kordhigu aan fi tathniyati asmaada labalabada ee muthanaha waljamci jamca mudakaru saal. Muthanihii baan ku bilaabayna, raaytu zaydayni yaada waxaa ka horreeya kordhig, had yaada waxaa ka horreeya kordhig. Raaytu zaydayni daalkii baan kore, raaytu zaydayni, raaytu muslimayni, raaytu mu'minayni, raaytu khaashicayni. Raaytu zaydayni raaytu ficlu wafaacil, azaydayni mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi alyaa markaad joogto almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha, wa calaamatu nasbihi alyaa almaftuuxu maa qablaha yaada waxa koray waa la kordhiga, almaksuuru maa bacdaha waxa ka dambeeya waa la hoose, niyaabatan can ilfatxa liannahu muthannan, wanuunu ciwadun can itawiini fi lismi mufrad. Raaytu muslimayni laba muslimiina arkay laba, raaytu ficlu wafaacil muslimayni mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha, niyaabatan can ilfatxa liannahu muthannan, wanuunu ciwadun can itawiini fi lismi mufrad. Raaytu mu'minayni mu'minayni laba mu'miniina, raaytu ficlu wafaacil mu'minayni mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha, niyaabatan can ilfatxa liannahu muthannan, wanuunu ciwadun can itawiini fi lismi mufrad. Jamci mudakaru saalim baad gelaysa, isla miithaaladan waad ka dhigan kartaa ugu. Raaytu zaydiina hoosun baad ka maraysa, yaada wixii ka horreeya hoos, raaytu muslimiina, raaytu mu'miniina, raaytu qaanitiina, raaytu saadiqiina, yaada waxa ka horreeya un hoos bas. Raaytu zaydiina raaytu ficlu wafaacil azaydiina daalkii waa maanta hoos dhigeen, azaydiina mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi alyaa almaksuuru maa qablaha badi waxa ka horreeya hoos dhigeen, almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can ilfatxa liannahu jamcu mudakaru saalim, wanuunu ciwadun can itawiini fi laysi lmufrad. Raaytu muslimiina muslimiin badan baan arka, raaytu ficlu wafaacil muslimiina mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi alyaa almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can ilfatx liannahu jamcu mudakaru saalim, wanuunu ciwadun can itawiini fi laysi lmufrad. Raaytu mu'miniina raaytu ficlu wafaacil mu'miniina mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi alyaa almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can ilfatx liannahu jamcu mudakaru saalim, wanuunu ciwadun can itawiini fi laysi lmufrad. Waamaa xadfu nuuni xoolihii, marka waa iska dhammaynaynaa nasb. Waamaa xadfu nuuni nuunta goynteeda, fayakuunu wuxaani huwa xadafki calaamatan calaamu linasbi kordhigu ahaan, fi lficli fi lafcaali afcaashi alkhamsati shantaay waay afcaalu afcaashi alkhams. Waamaa xadfu nuuni
وأما حذف النون النون تقوين تيدو فيكون وحاني حذف كاس هو حذف كاس هذه علامة علام للنصب كرقوهان في الأفعال أفعاش أفعاش الخمسة أشنتاي التي أفعاش سرفعها قذو قذو بثبات النون نون تسقنا شيئا وهذا فين هذا حذف النون وحال ويرم هل بوص بيدكت حذف النون وجوغ حالة النصب وهل بوص بوص هو أفعال الخمس أفعال خمسة محال وكردقة حذف النون ده. حذف النون ميقى بوص بيدك هل بوص حذف النون وجوغ حالة النصب كردك هل بوص بيدك بوص هو أفعال خمس ومثال ذي شنتك أفعال شنها أفهم وهم فعل مضارع شن مثال له أفعال خمسة لكن مشهور وكل لغض أفعال خمسة وحاله وكر لقابة دي حذف النون وحاله وقو ذا نون بثبات النون سماين نون كبعد ما أنت جريس ماشي يفعلاني أهيد حالة رفع لن يفعلان ماشي يفعلون أهيد لن يفعلوا ماشي قبل تفعلين أهيد لن تفعلي انت أصال لقاها حذف النون وحالة النسبة جوغ ميقى بوس بودك هل بوس بوس كام حيا أفعال خمسة أفعال خمسة محال وكر لقا حذف النون نون تاجرس وعشان تيادقرن إسا بيفعلاني تفعلاني أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال شان تاسو شان تامرك حالة النسبة جوغان نون تقوه وأما حذف النون النون تقوه انتهد فيكون روحاني وحذفك علامة علام للنصب كرر وهاني في الأفعال أفعاشي دحيد أفعاشي الخمسة تيشان تايد التي أفعاشا سورفعها قذو قيد بثبات النون النون تسقنا شهدوية نحو لن يفعل لن حرف النفي والنصب واستقبال لن حرف النفي ودين والنصب وحبايا كردكتا واستقبال فعل كمضارع مستقبل بكردكتا لن حرف النفي والنصب واستقبال يفعل فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب حذف النون إن شاء الله ربطاه يفعل فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال الخمس وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع لن يضرب لن حرف النفي والنصب واستقبال يضرب فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال الخمس لأنه من أفعال الخمس وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع لن يفعلوا لن حرف النفي والنصب واستقبال يفعل فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب حذف النون واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع لن يضربوا لن حرف النفي والنصب واستقبال يضرب فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال الخمس واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع لن تفعلي قولي لن حرف النفي والنصب واستقبال تفعلي فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال الخمس وياء المؤنثات المخاضة وفاعل مبني على السكون في محل رفع وأما حذف النون النون تقوين تيد فيكون روحاني هو حذفك علامة علام للنصب كرق وهاني في الأفعال أفعاشي دحيد أفعاشي الخمسة أشنتاي التي أفعاشا سو رفعها قذو قذو بثبات النون النون تسقنا شيئا وها حوله النصب الكاسان كبحاني مركب حاربنا هلمر إن أنا أقول نصب حوله دوا ميق نصب وحدي شن على ميلة يدهو يده دغضة النصب شن على ميلة الفضحة والألف والكسرة والياء وحذف النون نصب شن على ميلة شن تاس فضحة أصلة أفرت كلنا وحين نائب كيهين فرع كيهين فضحة فضحة دي يقول ريسين الصدح بوص بيدك اسم مفرد جمع التكسير فعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء شاني يصدح اسكدر ميقة شاني يصدح ميقة سيدات وهذا اسم
ألف نهال بوس بود أسماء الخمس سيدي هل كانوا جي سقال سوما كسرة دي نهال بوس بود تجع مع نصال سقال كي هل كان بوسو جي طبعا يأذي لبا بوس بود تجع تثنية إيه جع مع ذكر سال طبعا كي لبا دلو جي طبعا يلا حذف النون هل بوس بود تجع أفعال خمس لبيه طبعا كي هل كانوا جي ثواني يا سادة يدي الدغضة هيد كدر ثواني يا عفر حول النسوة ثواني يا عفر حول رفعنا خاند بيان ميقى يهاين ثواني يا سادة بيان وضمدي عفر يدو دقيس فالحا دي با سادة ميشن دكتة مقرة وفالحا وحي قادم ويدي جامع معنى الصالح وقوني لوتري ضمنا وحي دقي جرت اسم مفرد جامع تكسير جامع معنى الصالح فعل مضارع الذي لم يتسل بآخر شيء موك ضم أفر بيدقي جرت فتحان وحيدقي صدح القاسي مركة تلاد وكسوة بحثوات قرد حول النصب وحين نغذين طبني أفر انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك الله وبحمدك أشهد الله